السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. لقي فلاح المصرعة نهاية الأسبوع الماضية داخل آلة لطحن الذرة بمنطقة ولد فارس بإقليم ستاتشا. ووفق مصادر محلية في الهالك فلاح كان بصدد وضع حبة الذرة داخل آلة الطحن قبل أن تلتهمه الأخيرة مما تسبب في وفاته في الحين. ويضيف المصدر ذاتها أن الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية بالمنطقة حيث انتقل إلى عين المكان عناصر الدرك الملكية والوقاية المدنية ليتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات. وأشار المصدر ذاتها إلا أنه تم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة أسبابه وملابساتها. إنا لله وإنا إليه راجعون. نشكركم على حسن المتابعة.